شباب في العمل، مؤتمر يجمع القطاعين العام والخاص، هدفه تشغيل الشباب وتنمية مهاراتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتكمن أهمية هذه الفعالية في الإيمان بدور الشباب الذين يشكلون غالبية المجتمع، لا سيما وأن نسبة كبيرة منهم يعانون من البطالة والافتقار إلى المهارات. أهمية إيجاد حلول مناسبة لشبابنا المتعطل عن العمل، اجتمعوا وجمعنا أكثر من 300 جهة من الوطن العربي وأكثر من 350 مشارك لمناقشة أهم البرامج الفاعلة للتصدي لمشكلة البطالة، محاولة إيجاد حلول لتنمية المهارات لشبابنا، تجسير الفجوة مع القطاع الخاص. المؤتمر يسلط الضوء على تقييم وتنمية مهارات الشباب العربي من خلال معالجتها وتقييم مدى فاعليتها وتأثيرها على السير بهم قدما ليكونوا عماد الدولة. التأكيد على دور الشباب في النهوض بهذه الأمة، ومن ضمن الأمور اللي احنا ننسق معهم دائما هي إيجاد فرص وظيفية عن طريق إيجاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن هي عصب الصناعة. وكما قلت أنا في المحاضرة أنه 99% من الشركات العاملة في الاقتصاد الأمريكي هي شركات صغيرة ومتوسطة، وتقريبا توظف ما يعادل 55% من الوظائف الموجودة في القطاع الخاص. البلديات التي تلعب دورا مركزيا في حياة المجتمعات المحلية تشكل قوة حافزة لتلبية متطلبات الشباب وتطوير آلية تفكيرهم التي باتت عرضة للخطر في ظل تحديات التكنولوجيا والعولمة. احنا الحمد لله في لنا تجارب رائدة في موضوع الشباب، موضوع المجالس البلدية للشباب، باشرت في احدى المحافظات، لهم عدة افكار ولهم خطط مستقبلية. احنا الشباب قطاع واعد، وبنتمنى ان شاء الله انه حتى وزارة البلديات من خلال البلديات انها تمد يد التعاون والمساعدة والمشاركة مع القطاع الشبابي فيما يخدم مصلحتهم اولا واخرا ان شاء الله. الشباب بدورهم تحدثوا عن أهمية مثل هذا النوع من النشاطات في تلبية رغباتهم ومواكبة روح العصر وحفزهم على التمسك بتراثهم وربطهم بسوق العمل وجعلهم على قدر كاف من الوعي لحل جميع مشاكلهم. التحقت ببرنامج شباب العمل، البرنامج غير فيه كثير وصنع مني شخص آخر. أنا كنت ما توفقت بدراستي ورسبت توجيهي مرتين بسبب هذا البرنامج والدعم اللي لقيته فيه. الحمد لله أنا عيد توجيهي وبدرس جامعة والأول على التخصص. استفدت من المنظمة إنه طورت أشياء مثلا الحياة كاملة بمهارات الحياة، مثلا بالمواعيد بالعمل بالمصداقية بالمبادرات باللجان التطوعية الجمعيات الخيرية، مثلا إنه بنتطوع لأشياء مهمة في البلد اللي تخدم المجتمع، مثلا ننشئ منتزهات حدائق أشياء تفيد البلد وإحياء التراث القديم. برنامج شباب في العمل انطلق في أكثر من 12 منطقة في المملكة، وهي الأكثر عرضة للخطر حسب رأي القائمين عليه، وهم يهدفون من خلاله إلى الخروج بخبرات ونجاحات كبيرة عن طريق العمل بدقة وعناية تعود بالفائدة على المنتفعين وتعميم هذه التجربة على الشباب الأردني كافة. جورج برهم لدنيا الصحافة.